السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم وصفحتكم صاحب الكورة، وبسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. خناقة مرتضى منصور وجمال علام بسبب رفض قيد قائمة الزمالك من أجل الأهلي. أحمد فتوح يرفض الحصول على مستحقاته من الزمالك، صفقة مدوية في الدوري المصري ب 150 مليون جنيه. استاذنك يا صديقي العزيز، ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتعمل فولو صفحه الفيسبوك، وما تنساش تعمل لايك لحلقه النهارده باذن الله. طبعا المفروض ان نادي الزمالك عايز يأيد لعيبته، المفروض ان باب الانتقالات فتح النهارده، واي نادي عايز يأيد لعيبته يروح يأيد القايمه بتاعته. كان في اجتماع النهارده ما بين يعني رئيس نادي الزمالك السابق، والمفروض رئيس نادي الزمالك المعزول، يعني انا برضو معرفش هو راح حضر اجتماع مع اتحاد الكرة باي صفة، انا ما زلت لا اعلم باي صفة راح حضر فعلا، يعني ما اعرفش، يمكن ايه، مش عارف والله. المهم يا صديقي العزيز، اجتمعوا مع بعض عايزين نأيد اللعيبة، لا مش هينفع، لا أيد، لا مش هينفع. طب مش هينفع ليه يا باشا؟ انت عليك مديونيات لاتحاد الكرة، وعليك كمان عقوبة ايقاف قيد، يعني عقوبتين كمان، مش عقوبة واحدة، عقوبة شيكابالا وعقوبة اشيمبونج. اول حاجة عليك غرامة يعني تقدر تقريبا ممكن توصل من 80 ل 100 مليون جنيه لاتحاد الكرة، اصلا غرامة كبيرة اعتقد، يعني الرقم بالظبط مش عندي، ولكن قالوا ان الغرامة ممكن توصل ل 70 80 100 مليون جنيه لاتحاد الكرة، ومفروض الزمالك يعمل جدولة مع اتحاد الكرة ويدفع 15 مليون جنيه علشان يقدر ان هو يقيد اللاعبين، وحتى بعد ما يدفع ال 15 مليون جنيه يقيدهم مش هيقدر يقيدهم علشان لسه في غرامة بره على شيكابالا مليون ونص تقريبا دولار، وعلى واللي اشيمبونج 250 الف دولار، ولسه في غرامات تانية. يعني فقصة كبيرة جدا، وغلق باب القيد لنادي الزمالك لمدة 3 فترات متتالية، زائد كمان ان الزمالك مش عارف يأيد لعبته بسبب الديون المتراكمة لصالح اتحاد الكورة. وطبعا يعني رئيس نادي الزمالك السابق او المعزول كان نازل مستاء جدا من الاجتماع ومتضايق ان هو مش عارف يدفع، وقال ان السبب انتوا عارفين هو ايه، هو ممدوح عباس اللي حاجة على قصيدة نادي الزمالك، ولازم جمهور الزمالك يفهم ممدوح عباس مش عارف ايه، نفس القصة ونفس الحدوتة ونفس الاسطوانة اللي بنسمعها من سنين وسنين ضوئية، من قبل حتى ما يكون في حجز على القصيدة. دايما في يعني دايما بيكون عنده مبرر لهزيمة الزمالك او لايقاف القيد او للعقوبات او للاخفاق، دايما مش هو، دايما المشكلة مش عنده، دايما المشكلة دايما يا اما عند المدير الفني يا اما عند الناس اللي بتكره الزمالك، ده من وجهة نظره. هاني العتال، ممدوح عباس، حسين لبيب، عمرو الجنايني، مش عارف مين ومين 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 ومين، وليلة كبيرة هو ما. لكن المشكلة عندنا كإدارة الزمالك، لا ازاي ما بنغلطش، المشكلة عندنا مش عارف ايه، لا استحالة، مش عارف ايه، لازم يبقى في فيلم وحدوتة وحكاية يعني. وطبعا يعني بصوا، الموضوع اللي انا عرفته او اللي انا استوعبته، ما كانش في خناقه ما بين رئيس الزمالك السابق وجمال علام، ولكن يعني اللي هو لاب ليه ومش ليه ومش عارف ايه، الراجل بصراحه قفلها، قال له يا باشا ما فيش قيد غير لما تدفع المديونيات، وغير لما الفيفا يقول لي الزمالك دفع الفلوس اللي عليه هناك كمان علشان تأيد لعيبتك، فغالبا كده ما فيهاش تقييد لاعبين، وربنا يستر الفتره اللي جايه باذن الله. يعني من اجل الاهلي، احمد فتوح يرفض الحصول على مستحقاته من الزمالك. انتشر خبر بيقول لك ان احد رجال الاعمال الزملكاويه قال لاحمد فتوح انا هدفع لك مستحقاتك اللي ليك عند نادي الزمالك، واللي اعتقد تقدر، اعتقد ما بقولش اكيد، تقدر ب 10 مليون جنيه، في مقابل ان انت ما توقعش للنادي الاهلي وان انت توقع للزمالك عقد جديد، لان انتوا عارفين ان احمد فتوح ومحمد صبحي وشيكابالا ومحمد عواد ورؤى وغيرهم كتير عقدهم هيخلص في 30/6/2024، يعني يحق لهم التوقيع لاي نادي من يناير 2024. فطبعا انتوا عارفين ان احمد فتوح يعني خلاص الموضوع تقريبا شبه خلصان مع النادي الاهلي، وموقع 3 نسخ رغبه، واخد كمان سايننج بونس او واخد ما يسمى بمكافاه توقيع العقد في حدود 5 مليون جنيه، ومش هو لوحده، هو محمد صبحي، ولكن الاهلي عمل حركه اكثر من رائعه مع الاثنين لعيبه، وهم اللي يعني قالوا كده المقربين ليهم
ان الاهلي قال لهم لو مش عايزين لغايه اخر لحظه تيجوا النادي الاهلي، النادي الاهلي ما بيغصبش على حد. وده نفس اللي حصل مع شيكابالا لما وقع للاهلي قبل كده ب 600,000 دولار وكلم بعد كده عدلي القيعي وقال له انا مش عايز اجي، قال له خلاص اعتبر نفسك ما مضيتش وقطعوا العقود. الاهلي لا يجبر اللاعبين على اللعب له، الاهلي مش محتاج ان لعيب يجي يزيده، لا بالعكس الاهلي بيزيد وبيضيف لاي لعيب بيلعب له. اكيد طبعا الزمالك بيضيف لاي لاعب بيلعب له ككيان كبير، واكيد يعني الانديه الجماهيريه بتضيف للاعبين. المهم ف مش عايزين تيجوا قطع العقود والكلام ده كله، ولكن الكلام اللي دار واللي اثير ده ده مش حقيقي، ومفيش رجل اعمال زملكاوي راح دفع لفتوح المستحقات بتاعته. لان لو في رجل اعمال زملكاوي او في رجال اعمال زملكاويه عايزين يساعدوا النادي، اقرب ما يكون هيدفعوا ال 15 مليون جنيه اللي هي القسط الاول لجدوله ديون الزمالك لدى اتحاد الكوره. فديون الزمالك لو 60 70 80 100 حتى في قسط 15 مليون جنيه يدفعوه على الاقل علشان الزمالك يقيد قيمته يعني الأولية لدى اتحاد الكورة، علشان بعد كده يروح للفيفا ويحاول ان هو يعني يفتح باب القيد ويشتري لعيبة. فالرجل الزمالك مش عارف يقيد قايمته، فموضوع اي كلام. وكمان انا عايز اقول لك ان احمد فتوح اصلا حتى لو الموضوع ده حصل، انا بقول لك احمد فتوح هيرفض ان هو ياخد فلوسه ويقعد في الزمالك. وانا بقول لك طول ما اداره الزمالك الحاليه موجوده لعيبه الزمالك هتمشي وتسيب النادي خلاص. النادي ما بقاش فيه لعيبه سوبر، يعني بعد ما كان عندك مصطفى محمد وطارق حامد وفرجاني ساسي وبن شرقي ونجم وحمدي النجاز، وكان عندك مين، كان عندك ابو جبل وكان عندك جنش وكان عندك مصطفى فتحي مين، وكان عندك امام عاشور، في حدود 10 لعيبه مشيوا. ما فضلش عندك حد عليه العين غير زيزو وفتوح وصبحي. بنسبة كبيرة جدا الموسم القادم يعني بعد الموسم ده فتوح وصبحي هيروحوا الاهلي، وزيزو لو مع لو فضل في الزمالك الموسم ده اصلا يبقى كتر خيره. يعني الدوري المصري هيحدث فيه يعني في الايام القادمة باذن الله صفقة مدوية كبيرة، الا وهي تعاقد من بيراميدز مع 4 لاعبين من فيوتشر. الاربع لاعبين دول بوبو محمود مرعي ومهند لاشين وعمر كمال بمبلغ يقارب ال 150 مليون جنيه. حتى الان الصفقه يعني القريبه من ان تتم هي محمود مرعي ومهند لاشين وبوبو ب 120 مليون جنيه، ولكن بيراميدز يفاوض فيوتشر للحصول على رباعي فيوتشر ب يعني باضافه عمر كمال على الصفقه، والصفقه المفروض ان هي تكون تقدر ب 150 مليون جنيه. اعتقد الصفقه دي يعني تقترب على الاقل الحصول على 3 لاعبين وممكن يبقى 4 ان شاء الله. اول ما تتم رسمي هنكون من اوائل الناس باذن الله تعالى نقول لكم على الصفقه. كان معاك اخوكم صديقك عمرو عاطف قناه صفحه صاحب الكوره، اشوفك ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.